Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette séance. Dans cette séance, on passe à l'étape de point de langue, je repère et je comprends. أي الحصة التي تخص اللغة، حصة اللغة والتي سأحدد من خلالها التعابير التي سأدرسها وسأفهم كيف ركبت هذه التعابير لغويا. Activité 1. النشاط الأول. Je relis les documents et je complète le tableau. أعيد قراءة الوثائق وأتمم الجدول. وهنا الوثائق المعنية سأعود إلى قراءة النصوص التي تخص مريم، أنجيلا ويونس فنان. سنعود إلى هذه النصوص لكي نستخرج الأمثلة الموجودة فيها والتي تخص كل خانة مطلوب منا أن نملأها، وهنا سنعبر عن الطريقة أو الأسلوب الذي صيغ به ذلك المثال لغوياً. قبل أن نمر إلى التصحيح سأشرح لكم كي تحاولوا أن تنجزوا هذا لوحدكم قبل أن تمروا إلى التصحيح. Se présenter et donner des informations sur soi. هنا ستستخرجون من تلك النصوص العبارات التي تدل عن طريقة تقديم النفس وإعطاء معلومات عن الذات. هنا تستخرجون الأمثلة من النصوص وهنا تحددون الطريقة اللغوية التي صيغت بها تلك الأمثلة. في الخانة الثانية ستستخرجون من تلك النصوص العبارات التي تدل عن التموقع في المكان، وهنا ستستخرجون العبارات التي تدل عن التموقع في الزمان. ستستخرجون الأمثلة هنا والطريقة التي صيغت بها لغويا هنا. وفي الخانة الأخيرة exprimer ses loisirs et ses goûts. ستستخرجون من النصوص العبارات التي تعبر عن الهوايات والأذواق. نمر الآن إلى التصحيح. لكي أقدم نفسي وأعطي معلومات عن نفسي، أولا سأبدأ كيف أقدم نفسي. Je m'appelle Younes. عندنا يونس قدم نفسه فقال Je m'appelle Younes. أنا أدعى يونس. وطريقة صياغة هذه العبارة لغويا Le pronom personnel sujet اللي هو je كي تسمى ضمير شخصي، وهنا يلعب دور الفاعل. Plus s'appeler زائد الفعل يدعى أو يسمى، ثم نضيف le prénom الذي هو الاسم الشخصي. نمر إلى أنجيلا قدمت نفسها بإعطاء اسمها الشخصي مباشرة. هنا أضفنا عبارتين ليست موجودة في النصين ولكن يمكن أن نقدم أنفسنا بهما أيضا. Je suis Myriam. وطريقة صياغة هذه العبارة le pronom personnel sujet الذي هو je أنا، le verbe être suis بالإضافة إلى الاسم الشخصي الذي هو مريم في هذه العبارة. في العبارة الأخيرة التي أضفناها je suis زكريا غريني، هنا يمكن أن نعطي le pronom personnel sujet الذي هو je، le verbe être suis، le nom الذي هو غريني، et le prénom الذي هو زكريا. غالبا ما نقدم le prénom على le nom. وانتبهوا هنا إلى أن le prénom هو الاسم الشخصي et le nom هو الاسم العائلي. من بين المعلومات التي يمكن أن نعطيها لاج وهو العمر. كيف نقدم العمر؟ مثلا مريم تحدثت عن عمرها بهذه الطريقة مريم كانزو. في العبارة الثانية جي 14 أنا عندي 14 سنة، وهنا أعطت le je c'est le pronom personnel sujet et le verbe avoir الذي يعني أنا عندي أو أنا أمتلك، في هذا السياق تعني أنا عندي 14 سنة.
بالإضافة إلى الأدجكتيف نيميرال كاردينال الذي هو 14 زائد أن عام أو سنة، يعني أنا عندي 14 سنة. في العبارة الأخيرة Je suis âgé de 14 ans، يمكن أن نقدم العمر أيضا بهذه الطريقة Je suis âgé de 14 ans، أنا أبلغ من العمر 14 سنة. ونقدمه بهذه الطريقة Le pronom personnel sujet الذي هو je، Le verbe être suis، âgé الذي يلعب هنا دور adjectif ou bien attribut يعني بالغ من العمر، de la préposition de، l'adjectif numéral cardinal الذي هو 14 et on التي تعني عام أو سنة. من بين المعلومات التي يمكن أن نقدمها عن أنفسنا هي la nationalité الجنسية، وهنا يمكن أن نقدمها بهذه الطريقة Je suis de nationalité marocaine، أنا من جنسية مغربية. والطريقة التي صغنا هذه العبارة بها Le pronom personnel sujet الذي هو je أنا، Le verbe être suis، De nationalité التعبير من جنسية، De nationalité بالإضافة إلى l'adjectif الصفة أو النعت الذي نعبر به عن جنسيتنا La nationalité التي هي هنا مغربية. وهنا لابد من الانتباه إلى E على الفين التي ترمز إلى المؤنث الفيمينا والتي تخص la nationalité. كما يمكن أن نعبر عن جنسيتنا بهذه الطريقة Je suis américain، والتي استعملنا فيها le pronom personnel sujet الذي هو je أنا، le verbe être هنا suis، et l'adjectif الصفة أو النعت الذي يعبر عن الجنسية américain، وهنا تعني هذه العبارة أنا أمريكية. وهناك اختلاف ما بين هذه العبارة وهذه العبارة، هنا نعبر حسب جنس الفاعل. مثلا لو كان هنا عندنا الفاعل مذكر نقول Je suis américain sans e بدون إضافة e، ولكن بما أن عندنا هنا الفاعل مؤنث لذلك أضفنا هنا e وقرأناها Je suis américain. من بين المعلومات التي يمكن أن نقدمها أيضا على أنفسنا أصولنا لوريجين الأصل Je suis originaire de العيون، أنا أصلي من العيون، والتي نستعمل في هذه العبارة Le pronom personnel sujet الذي هو je أنا، Le verbe être suis، هذا التعبير originaire de أصولي من أو أصلي من originaire de La ville، وهنا نضيف المدينة أو الدولة le pays التي ننحدر منها. من بين المعلومات كذلك التي يمكن أن نقدم عن أنفسنا le niveau scolaire المستوى الدراسي، ونقدمه بهذه الطريقة Je suis élève en troisième année collégiale، أنا تلميذ في الثالثة إعدادي. وهذه العبارة صغناها بهذه الطريقة le pronom personnel sujet، نعطي هنا الضمير الشخصي الذي يعبر عن الفاعل Le verbe être suis élève تلميذ en في le niveau scolaire، وهنا نعطي المستوى الدراسي. كذلك من الأشياء التي يمكن أن نقدمها عن أنفسنا نموقع se situer يعني يموقع، نموقع أنفسنا في المكان، وهنا نعبر عن l'habitation ou bien l'habitat وهو السكن، أين نسكن؟ J'habite aux États-Unis، أسكن في الولايات المتحدة الأمريكية. J'habite à Rabat، أسكن أو أقطن في مدينة الرباط. J'habite Toulouse، أسكن أو أقطن في مدينة تولوز الفرنسية. والطريقة التي صغنا بها أو عبرنا بها عن السكن بهذه الطريقة Le pronom personnel sujet الضمير الذي هو je بالإضافة إلى الفعل habiter يسكن أو يقطن au présent في الحاضر بالإضافة إلى la préposition de lieu. هنا استعملنا la préposition
وهنا لم نستعملها، لذلك وضعناها بين قوسين. ونعطي la ville أو الدولة التي نقطن فيها، la ville المدينة أو le pays الدولة التي نقطن فيها، تولوز غابة aux États-Unis. من بين المعلومات أيضا التي يمكن أن نقدم عن أنفسنا se situer dans le temps، التموقع في الزمان. من بين التعابير التي وردت وتعبر عن الزمان منذ 2020، منذ 4 سنوات، منذ سنتين. والطريقة التي صغنا بها هذه التعبير دوبوي تعني منذ ونضيف إليه لادات دوبوي 2020، دوبوي بالإضافة إلى الأدجكتيف نيميرال كاردينال 4 ثم نضيف أون والتي تعني عام أو سنة. وأخيرا نعبر إكسبريمي سي لوازير إي سي غو، يعبر عن هواياته أو أذواقه. والطريقة التي يمكن أن نعبر بها عن أذواقنا وهواياتنا جيم لو ديسان إي لا مود، أنا أحب الرسم والموضة. جيم ريغاردي لا تيليفيزيون إي مو ريلاكسي دون لي بارك دو لا فيل، أنا أحب أن أشاهد التلفاز وأرتاح في حدائق المدينة. جيم لو فوتبول لا ليكتور اي لي فواياج، انا احب كرة القدم، القراءة والسفر او الرحلات. والطريقة التي صغنا بها هذه العبارات هي لو برونوم بيرسونيل سوجي الذي هو جو في جميع العبارات، لو فيرب ايمي بالإضافة إلى اسم الهواية التي تعجبني وأحبها. Le dessin, la mode, regarder la télévision, se relaxer dans les parcs de la ville, le football, la lecture, les voyages. وهنا يمكن أن نعوض الفعل aimer يحب ب j'admire، عوض أن نقول j'aime يمكن أن نقول j'admire، أنا يعجبني، ثم أضيف إليها الهواية التي تعجبني. كما يمكن أن أقول j'adore والتي تعني يعجبني أو يلهمني أو أحب، وأذكر هنا الهواية التي تعجبني والتي أحبها. إلى هنا أعزائي تنتهي حصتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في الحصة القادمة.